معكم الدكتور عمرو خاطر، استشاري جراحة التجميل مستشفى المواساة المدينة المنورة. يقدم قسم جراحات التجميل خدمات الجراحات التجميلية، وتشمل على عمليات شفط الدهون بأحدث الأجهزة مثل جهاز الفيزر، عمليات شد البطن وتجميل الثديين، عمليات تصغير الأنف وتجميل الأذن وحقن البوتوكس. وكذلك يقدم القسم خدمات جراحات التجميل والترميم، وتشمل جراحات وإصابات اليد والأوتار وإعادة توصيل الأجزاء المقطورة، إعادة بناء الثدي بعد استئصاله، إزالة وترميم أورام الجلد، وعلاج الحروق بأنواعها. في قسم جراحة التجميل مستشفى المواساة بالمدينة المنورة، نتمنى لكم شكل جمالي أفضل ودوام الصحة والعافية.